السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى الف خير. نلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا النهار عندنا واحد المليويات بالزيتون والشحمه والبصله، نتمنى البنات يعجبكم. عندنا في المقادير ديال هاد المليويات عندنا 5 ديال الكيسان تاع الفرينه مغربلين، عندنا 2 كيسان تاع الفينول صفر دقيق الصفر، قبيصه ديال الملحه، قبيصه تاع الملحه، وواحد المعلقه ديال السنيده باش تعطينا شويه الحموريه، والماء على حسب الخليط يكون شويه دافي. ندوزو للطريقه ديال هاد المليويات. نديرو ديك الملحه، ديك سنيدة، نخلطو الجميع، نخلطو هاد العناصر مع بعضياتهم. بسم الله على بركة الله. ما تنساوناش البنات باللايكات والاشتراك، تبانو لنا البنات ما راكو لا تفرجو لا والو، سيتوني ياك. بغيناكم البنات غير تدعمونا وتطلعوا القناة ديالنا. بعد ما عجناها حصلنا على هاد العجينة بهاد السمك هذا، طرخناها مزيان، دلكناها شي بزاف شي دليك، هذا هو جمعناها ونديروها فواحد البلاستيكة نخليوها ترتاح شوية. بالله جمعنا من هاد الحويجات ونجمعو هنا ونجدو الحشوة ديالنا. هاي العجينة تبارك الله جات مرخية شوية، نقصها على جالية. من بعد ما ترخفنا هداك المسمن نقطعو على هاد الشكل، هاد شكل كويرات، ما صغار ما كبار، بهاد الحجم هذا، بهاد الحجم هذا. نبقاو مستمرين حتى نكملو العجينة ديالنا. بعد التقطيع هذا على هاد الحجم، ما صغار ما كبار، نديرو متساويين. عندنا في الحشوة ديال هاد المليويات عندنا القزبر والمعدنوس بكثرة، كنقطقو شوية بزاف، نغلبو شوية ديال المعدنوس. عندنا 2 بصيلات، عندنا واحد الكمية ديال الزيتون مطحون بهاد الطريقة، وعندنا شوية ديال الشحمة، وهنايا في العطريه عندنا المليحه، حبه كحله، خرقوم، الثومه بودره، قزبر حتى هو مطحون، وبطبيعه الحال الملحه ما نساوهاش، والزيت للتقراص. وهاد العناصر غادي نشحروهم مع بعضياتهم، غادي نشحرو غير البصيله وهذا الشمال، غادي نشحروهم شويه نرخفوهم، وداك الزيتون وقزبر المعدنوس حتى للثاني. في هاد المرحلة غادي نزيد معاكم شوية ديال الدقيق نتاع الفينو، نزيدو عليه واحد الساشية ديال الخمة الحمراء باش يجيولنا هاد المليويات يجيولنا مورقي لداخل مزيان. نزيدو فيهم هادي، بطبيعة الحال سطح العمل دائما يكون معقم بالخل والمسوح، بغيت نشاركها معكم لانني دائما كنقولها لكم باش كاين الانسان شي حاجه يتجنب شي ميكروبات ولا. غادي ندوزو درك في هذه المرحله. نبدا بهذه المرحله ديال التقراص، نكرسوهم مزيان حتى يبان لنا سطح العمل، لان هاد العجينه خدمناها مزيان، ان شاء الله تعطي لنا نتيجه زوينه.
نشوفوا البنات دايره معكم العجينه هاد الفقاعه، تعرفوا بلي ان العجينه ناجحه 100%. وما ديروش البنات على الصوت ديالي لاني كنت شويه عيانه. شحال من ما خليتهم يرتاحوا وعطيتهم شويه ديال الدليك، كتجي العجينه خفيفه وكتساعدنا على الدكراس. نكثروا شويه بهاد الحشوه الداخل، ضروري نخليو هذوك الحشو حتى تبرد مزيان. ما نزيروش على العجينه، هاد الروليه هكا خلو ما بين الروليه والروليه خلو لها. زيدوا شويه ديال داك الفينو اللي فيه ديك الخمره الحمراء، نورقوا به شويه. غادي نديروا بحالها بحال الاولى، ندير واحد الكميه شويه بزاف. هاد الحوايج اللي كاملين العطريه على الثومه البودره كلشي، يعني فيه حوايج غتجي بنينه. بغيتكم البنات تجربوها، ما تبخلوش علينا باللايكات. نديرو في مستهلك على الاول، حاولوا اننا نوصل العجينه حتى حتى الاخر. نوريو لها بهذا الشكل هذا، هاد المرحله الاخيره غادي نحط هذا الماتشن، غادي ندير فيها الحشوه، غادي نخليها هكا خاويه يعني بلا حشوه، وغادي نزيد فيها هذا الرول ديالنا اللي قلنا مع بعضياتنا اللي صوبناه في الاول بالطريقه هذه.
غادي نرولو هكا ونديرو شويه ديال الدقيق والخماره ونرولو بهذا الشكل هذا. نخليوه في الجانب يرتاح حتى نكمل العجينة. طلع هذا الشكل هذا. نقطعوه بالخيط، من الأحسن من الخيط بالخيط باش العجينة ديالنا تجينا متساوية، الحشوة ديالها تبقى من الداخل ما تقطعناش بهذا الشكل هذا. الطريقة هذه بعد ما ترخفنا هاد المليوية ترخفو لنا مزيان، قطعناهم وخليناهم يترخفو شوية، غادي نقرصوهم. مقرصوهمش بزاف حتى شوية، بالطريقة هذه. بعد ما قرصنا نحطها في الطويجة تكون سخونة شوية، وغير نحطو الحبة ونبقاو غير نقلبو فيها باش الداخل كيجينا مورق بهاد الطريقة هاذي.